صباح الخير يا أطفال، صباح الخير للزهراء. كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. أحسنتم يا أطفال. اليوم سوف نراجع بطاقة الفصل الأول للغة العربية. الآن سوف نبدأ بحل السؤال رقم 1. أعد وأكتب العدد المناسب. من يريد أن يصعد إلى اللوح؟ أنا. هيا يا حسن شباعي، اصعد إلى اللوح. هيا. هيا يا حسن، ابدأ بعد النجمات. كم نجمة عندي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إنه الرقم 9. أحسن. خمسة. أحسنت يا حسن. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية. ستة، سبعة. رائع. أحسنت يا حسن. اجلس يا حسن. رائع. من يريد أن يصعد الآن إلى اللوح؟ هيا يا كريم، اصعد يا كريم إلى اللوح. هيا يا كريم، أكمل الحل. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. رائع يا كريم، ستة. رائع. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمان نجمات، ممتاز. واحد، اثنان. رائع يا كريم، اثنان. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة، رائع يا كريم. واحد. أحسن، صفقوا لكريم. السؤال رقم 2. أريد أن أحوك الأصوات القصيرة، الألف والباء والراء والنون والسين، فقط الأصوات القصيرة. ماذا يكون على رأس الأصوات القصيرة أو تحته؟ رائع يا أبطال. هيا، من يريد أن يصعد الآن إلى اللوح؟ هيا يا ميرا، اصعدي إلى اللوح. تفضلي. نبدأ بأول كلمة. هيا يا ميرا، ما هي الكلمة الأولى؟ أب. أب. أحسنتي، حوك الأصوات القصيرة. صوت ماذا هذا؟ قصير. لماذا؟ لأن الحركة على رأسه. أحسنتي. هيا، البه صوت قصير أم طويل؟ قصير. رائع يا ميرا، حوقي البه. الكلمة الثانية ما هي؟ أرنب. أرنب. انظري إليها، هل يوجد فيها صوت قصير؟ نعم. نعم، حوقي الأصوات القصيرة. لماذا الآق قصير؟ لأن الحركة على رأسه. أحسنتي. هيا أكملي. الره صوت قصير. والنا قصير. رائع. والب قصير. ممتاز يا ميرا، أكملي يا ميرا. ما هذه الكلمة؟ سنون. سنون. حوك لي الصوت القصير. سو صوت قصير. لماذا؟ لأن الحركة على رأسه. نعم. النو بجانبها صوت ماذا؟ طويل. طويل. لماذا؟ لأن الحركة في جانبها. بجانب الحرف. أحسنتي. والنون موجودة بجانب النو الثانية. أحسنتي. الحركة في جانبها. بجانب الحرف. ممتاز. أحسنتي. السؤال الثالث. أريد أن أحوط الأصوات الطويلة. من منكم يريد أن يصعد إلى اللوح؟ هيا اصعدي يا سيرين، اصعدي إلى اللوح. هيا يا سيرين، حوقي لي. ما هي أول كلمة يا سيرين؟ بابي. بابي. أحسنت. الباء صوت قصير أم طويل؟ طويل. لماذا؟ لأن الحركة في جانبها. أحسنت يا سيرين. هيا حوقي الباء. البي صوت ماذا؟ طويل. طويل. أحسنتي يا سيرين.
الآن الكلمة الثانية. أبي. أحسنتي يا سيرين. الآ هنا صوت قصير أم طويل؟ قصير. لماذا؟ أفضل حركة على رأسي. والبي؟ صوت طويل. أحسنتي يا سيرين. لماذا؟ لأن الحركة في جانبها. رائع يا سيرين، الحركة في جانب الحرف. هيا حوك البي يا سيرين. هيا يا سيرين. السؤال رقم 5، أريد أن أجمع الأصوات لأحصل على كلمة. من يريد أن يصعد إلى اللوح؟ هيا يا فاطمة بيطار، اصعدي إلى اللوح. هيا. ما هو الصوت الأول يا فاطمة؟ سا. أحسنتي، اكتبي سا. أحسنتي يا فاطمة، أحسنتي. هل نكتب الزائد؟ كلا. ما هو الصوت الذي بجانبها؟ ري. ري، رائع يا فاطمة. ماذا تصبح الكلمة؟ سارير. ممتاز يا فاطمة، أحسنتي. الآن ما هو الصوت الموجود هنا؟ با. أحسنتي يا فاطمة، نكتب با. با صوت طويل، رائع. با، أحسنتي. هل نكتب الزائد؟ جانب. ماذا نكتب بجانبها يا فاطمة؟ ب. أحسنتي يا فاطمة، با ب، رائع. الآن ما هو الصوت الموجود في هذه الكلمة يا فاطمة؟ سو. أحسنتي، سو، رائع يا فاطمة. سو، ماذا يوجد على رأس السو؟ نضع الضم. رائع. سو. نو. نو، أحسنتي يا فاطمة. الأطلع إيدا ونكتب النو. سو نو. هل نكتب الزائد؟ كلا. كلا. سو نو. نو. سو نو. نو. يلا اكتب النو. رائع يا فاطمة، أحسنتي. السؤال رقم 5، أريد أن أصل الكلمة إلى الصورة المناسبة. من يريد أن يصعد إلى اللوح؟ هيا يا ناظم، اصعد إلى اللوح يا ناظم. هيا. ما هذه الكلمة يا ناظم؟ سنون. رائع يا ناظم، أحسنت. أبرة. إي با را. إبارة، رائع يا ناظم، أحسنت. اجلس يا ناظم، رائع. هيا يا آدم، اصعد يا آدم إلى اللوح. هيا يا آدم، أحسنت. ما هذه الكلمة يا آدم؟ أرنب. أرنب، رائع. أين الأرنب؟ ممتاز يا آدم. هيا يا آدم، ما هذه الكلمة؟ نار. أحسنت يا آدم، نار، رائع يا آدم. وما هذه الكلمة يا آدم؟ باب، ممتاز يا آدم. صفقوا لآدم. الآن يا أطفالي السؤال السادس، أريد أن أصل صاحب المهنة بالأداة التي يستخدمها. أريد أن نصل صاحب المهنة بالأداة التي يستخدمها. من يريد أن يصعد إلى اللوح؟ هيا يا فاطمة شمعون، اصعدي إلى اللوح. نعم. ما هذا يا فاطمة؟ من هو؟ الطبيب. ماذا يستعمل الطبيب؟ السماعة. رائع يا فاطمة، أحسنت. من هذا يا فاطمة؟ النجار. ماذا يستعمل النجار؟ النجار. رائع يا فاطمة، اجلسي مكانك. من يريد أن يصعد إلى اللوح؟ هيا يا هند، اصعدي إلى اللوح. هيا يا هند. من هذا يا هند؟ الطباخ، رائع يا هند. ماذا يستعمل الطباخ؟ طنجرة. رائع يا فاطمة. من هذا يا هند؟ من هو هذا؟ رائع يا هند، يستعمل المعول. ومن هذه؟ من هذه يا هند؟
رسام، ماذا تستعمل؟ عدة الرسم. رائع يا هند، أحسنت.